لكن انت محضر فيديو بالظبط خاص بتختلف انه على بيعمل النواحي بيلد الفعليه اب في كويس الملعب. يعني. بالظبط لو جينا اتفرجنا على فعليا بقى جوه ارض الملعب هنلاقي ان هم بيبنوا الهجمه من اثنين سيرد باكين، بيطلع بالهجمه حتى في وسط ضغط، بيبتدي ان اللعيب دي طبعا دي كان خلال مباراه اسك في الدور التمهيدي. ده اسك بالظبط. هنا هجمه على طبعا اللابس احمر هو اتحاد العاصمه، في هجمه عليه يبتدي يقطع الكوره ويبني الهجمه يطلع بيها من السيرد باك، يبتدي يسلمها بعد كده. السرعات بقى هنا بنتكلم في السرعات في المساحات الفاضيه، مجرد ما بيستلم الكوره بيطلع بيها عادي وفي خالص. انتشار كويس للفرقه يعني، الفرقه وسعت المساحات بشكل كويس، شفنا كمان الباك يمين هناك فتح الملعب في سرعات زي ما نفس انت الكلام بتقول. باك ليفت اخذ سرعته خالص صحيح براحته، وبعد كده بيعمل الكره العرضيه، الكره طبعا في هنا جت في تواجد العرض كمان وكان في سوء كتير. توفيق، كره جت في العرض مره ثانيه. نستشف من بعيدا عن الكره جت في العرض، الخروج بالكوره حتى في وسط الضغط العالي اللي مارسوا عليه اسك، دي برده نفس الكوره في حال برضه اخرى. عمليه البيلد اب والتحضير من تحت يعني. على الرغم ان زي ما بنقول ان الرقم بيعكس ان استحواذهم 49%، ولكن بيطلعوا بالكره كويس جدا، بيلاقوا بعض الاجنحه، بتلاقي بعض عندنا الاثنين سيرت الارتكاز في نص الملعب، بينزلوا يبنوا الهجمه، يبتدي ينقل لا الكوره. واضح لعيبه كوره كويسه يعني، بالظبط بتطلع ما بالكوره بيعملش الكره طوليه. يعني ما بيخسروش الكوره بسرعه، عندهم صبر شويه. بعدين الكوره ديت الكوره البينيه يعني، بالظبط الكوره اللي بتقطع بيها خط مثلا خط الوسط بيتقطع بباصه واحده، ده عشان برضو يعمل شيء كره مهم خطيره في الاخر. طبيعي. ده كده يمكن بخصوص البيلد اب بتاعهم، زي ما قلنا ان عندهم البيلد اب كويس جدا. نفس الكلام لو جينا بصينا بعد كده بعد عمليه البيلد اب، ممكن نشوف بقى المين فورميشن بتاعتهم، جبناها برضو من اكثر من حاله موجوده داخل. يا ريت لا بس واضح كمان هنا احمد ان الاطراف طالعه يعني، الباك الشمال طالع بشكل كويس، الباك اليمين بيتقدم، فمعتمدين بشكل كويس على الاجنبي يعني. بالظبط بالنسبه للجبهه اليمنى والجبهه اليسرى ما بيعتمدش فقط على العرضيات، ولكن الاختراقات فعلا بتتم من الجبهه اليمنى واليسرى وسرعات عاليه جدا، ومجرد ان اللعيب ما بيعمل الباس بتاعه بيبتدي يتحرك في تمام الجهه المساحه الفاضيه وبسرعات عاليه كمان. دي طبعا اوكي. المين فورميشن بتاعتهم، دي برده كان خلال المباراه النهائيه بيلعبوا ب 4 2 3 1. برده الصوره اللي بعديها برده من نفس الكلام، المباراه النهائيه برده 4 2 3 1، طبعا لعبوا مباراتين نهائيتين سواء الذهاب او العوده، دي كانت في موجوده طبعا في الجزائر 4 2 3 1. واضح انتشارهم كويس حتى على مستوى الانتشار، العرضي واضح والطولي جدا. بالظبط. واخدين يعني مطين الملعب بشكل كويس بالعرض يعني، عندك الاجنحه واقفه بشكل كويس، الراجل 10 دوت اللي قدام او اللي تحت راس الحربه بيحاول يظهر، اتنين ديفندر واقفين قدام السيرد باكين طالما لسه الامور في نص ملعبهم. كتمركز في الملعب اكثر من رائع طبعا. تمركز كويس بالظبط.